النهارده بحاول ان انا اوفر على مربي الكلب ان هو يطبخ في بيته، واحد مثلا بيشتغل واحده بتشتغل ما عندوش وقت، فعشان كمان اوفر عليه اكتر فبوصل له لحد بيته. ده انقذني انقاذ لا تتخيله. اولا الوجبات نظيفه جدا بحق وحقيقي، مش دعايه ليه. يعني لما الاسعار بتزيد الفتره اللي فاتت مثلا ما زودتش السعر، لان انا كنت عارف انه لو السعر زاد ممكن زبون ما يقدرش عليه.